حلقتنا النهارده عن الرأي الآخر، وضيفنا دكتور أحمد عمارة. دكتور أحمد، بمناسبة حلقتنا عن الرأي، اسمح لي أقول لحضرتك رأيي بصراحة. أنا بحس دائما أن آراء حضرتك غير مقنعة بالمرة، وسوري يعني كلام فاضي. هو ده الرأي؟ غير مقنعة وكلام فاضي ده الرأي؟ طب هقول لك رأيي أنا كمان بقى. دي اسمها إهانة وعدم احترام. إهانة وعدم احترام ليه؟ وانا مجرد ان انا اقول رايي كده بقت إهانة وعدم احترام؟ اظن مش حضرتك اللي هتقيمني، انا واحده شايفه شغلي كويس قوي، عارفه انا بعمل شغلك. هو ده يا استاذه شغل؟ ده اسمه فشل. انا مش عارف مين شغالك مذيعه اصلا. يعني حضرتك ضيف عندنا وكمان مفيش احترام؟ بجد ده كده كتير قوي اوفر. يعني ايه ضيف عندكم؟ يعني اللي ضيف عندكم بيتعامل معاه بعدم احترام؟ مين احترم مين اصلا؟ هو في ضيف عندكم اترزع كده بقاله ساعه قاعد تقولي ضيف؟ دي اسمها مهزله وانا مش شايف فيها اصلا. يا سلام، هو بالصوت العالي وانا كمان مش هكمل في المهزله دي. هلا. يا اهلا. معظم اللي دار في اذهانكم دلوقتي لما شفتوا اللي حصل اسمه ظن، والظن ملوش علاقه بالحقيقه، اهو طلع برومو. الاسماء اللي سمعتوها فشل، اهانه، عدم تقدير، دي كلها اسماء ممكن تعمل مشاكل. ايه اللي هيحصل لو سميناها باساميها؟ كل يوم في رمضان اسم جديد هتختاروا كتير قوي لو فاتكم اي اسم. سميها باساميها تعرف تستمتع فيها. سميها بأسميها. رمضان الصحبة تحلى على شاشة المحور.